مساء الخير عليكم، كل عام وانتم بخير. يسعدني ان اكون بصحبتكم مع الزميله المتالقه دايما امنيه مكرم. مرحب بيك يا امنيه. النهارده يعني احنا مصرين نطلع برؤيه، لانه يا جماعه اللي بيحصل احنا مش من عادتنا كتقييم موضوعي شديد جدا، اي ناقد فني، اي اعلامي، اي حد بيفهم في الدراما، انه يعني يقيم من الايام الاولى، لكن يعني هي بدأت تندع. يعني انت عندك 6 حلقات مرت على الشاشات اللي بيحصل عليها، موضوع يعني لازم يطرح تساؤل مهم جدا. هل صناع الدراما لما الرئيس قال احنا عايزين بناء الانسان يبقى هو اللي بيواكب الانجازات، هو ده الهم بتاعنا كلنا؟ هل الناس مقتنعة ان القوى الناعمة دي ممكن تبني الانسان ولا لا؟ هل اللي بيحصل ده، الله يرحمه أسامة نور عكاشة كان يقول لك كمان على الكم الاعلانات اللي موجوده دي، ان دي اعلانات متعاصه دراما، يعني ما فيش دراما حقيقيه. احنا بنتكلم يا جماعه النهارده في موضوع ايه الغايه من اللي بيحصل ده؟ ليه وصلنا لهذا الحال؟ اين كتاب السيناريو؟ اين بناء الانسان؟ ايه اللي مطلوب من الدراما؟ ويسعدنا ان يكون بصحبتنا في هذه السهره اللي اعتقد يعني كلكم هتتابعوها ان شاء الله وتستمتعوا بيها، الكاتب والسيناريست المفكر الجميل عاطف بشاي. اهلا بيك استاذ عاطف. اهلا بيك استاذ عاطف، ومنورنا النهارده في الاستوديو. يعني عاطف اتكلم عن نقطه هامه جدا وهي بناء الانسان. مش عايزه اعمل مقارنه ما بين الماضي والحاضر، لكن خليني اقول لحضرتك ان الدراما اصبحت انعكاس للواقع السيء العشوائي اللي احنا بنعيشه، وهو ده المبدأ اللي ماشيين عليه كتاب الدراما حاليا. يعني انا بتكلم مش بس على ورش العمل الخاصة بالدراما، لان انا شايفة ان هي ساهمت وبشكل كبير جدا في تقليل من قيمة العمل الدرامي، لكن انا بتكلم على طبيعة الانسان المصري. هل هو ده طبيعة الانسان المصري؟ هل الدراما العشوائية ده جزء من تكويننا وثقافتنا الحالية؟ يعني حتى لو افترضنا هذا، المشكلة لابد أن نرجع لمفهوم الفن الحقيقي. أنا تصوري أنه هذا المفهوم غائب تماما، وغيابه هو السبب في أن مقولة الرئيس السيسي تصبح صعبة تحقيقها ما لم تحل مشاكل جوهرية جدا في الدراما وفي الثقافة بشكل عام. اللي هو ايه المفهوم يا استاذ عاطف؟ يعني مسألة مثلا انعكاس الفن انعكاس للواقع، لا الفن ليس انعكاس للواقع. الفن تهذيب للواقع وتعبير عنه واستخلاص القيمة والمعنى منه. انما كلمة انعكاس او نقل الواقع كما هو ليس هذا من الفن على الإطلاق. الفن ليس أنك تنقل الواقع وإلا يبقى كل الناس اللي في الدنيا بقوا مؤلفين، أنك تنقل الواقع كما هو. وهل الواقع المصري يا فندم هي الطبقة دي؟ هل كل الواقع؟ أي نعم، إحنا أصبحنا طبقتين دلوقتي، واختفت الطبقة المتوسطة، يمكن اللي كانوا الملاذ الوحيد ليهم في الحياة هي الدراما التلفزيونية، وكانوا بيحسوا بأملهم وأحلامهم من خلال الأعمال الدرامية أنها ممكن تتحقق. لكن أن يكون كل اللي إحنا عايشين فيه بلطجة، أن يكون حتى الألفاظ اللي مستخدمة في العمل الدرامي ألفاظ يعني مش طبيعية، ألفاظ حتى مش عامية، ألفاظ بعيدة تماما عن ما هو ده. هيرجع أيضا، هيرجع أقول لحضرتك المفهوم الخاطئ للفن، أنهم هم فاهمين هذا الجيل من الكتاب والمخرجين أن الفن نقل الواقع. الفن مش نقل الواقع خالص. الفن استخلاص العبرة والقيمة. الفن مناقشة قضايا الواقع وتعدد وجهات النظر والرأي والرأي الآخر. الفن نوع من الرقي الإنساني. الفن يخضع لمعايير جمالية طبعا يحاكمه النقاد أو يناقشوه النقاد. اختلاط الخطاب الأخلاقي مثلا بالخطاب الفني أضره جدا، على عكس ما الناس متصورة، لأنه بقى المطلوب التوجهات المباشرة جدا، التعبير السطحي والساذج والمسف.
ولهذا انتشرت البزاءات، لأنك أيضا القائمين على كتابة السيناريوهات، وهي مسألة هامة جدا، أنه كاتب السيناريو ده يعني مفترض أنه فنان، تحول هذا الفن على أيدي التجار تجار السينما إلى صنعة، وبالتالي فقد هذا الفن قيمته. يعني احنا كنا بدأنا يعني من زمان واحنا فاهمين أن الكاتب السيناريو مثله مثل الشاعر ومثل الموسيقي ومثل فنان مبدع في منطقة مبدع يعني ومبدع فردي وليه ملكات خاصة طبعا يعني، وليس الإبداع جماعي. يعني مبدع فردي بمعنى أنه يعني السكريبت يبقى أو يعني كاتب السيناريو يبقى عنده سيناريو مبني بنى درامي، هو بيحط فيه فكرته وبيمشي في خطوط الشخصيات يصل إلى أهداف معينة. هل ده يعني افتقد لما بدأنا نعمل ورش؟ لا افتقد تماما، افتقد وقبلها الحقيقة يعني. أما الهرم اتقلب. يعني هحكي لك عن تجربتنا احنا أو تجربة رجلنا، إن احنا كنا بنبدأ إنه هناك فكرة ما في عقل كاتب سيناريو يقدمها من خلال معالجة أو تصور درامي أو ملخص للمنتج. إذا استحسنها بدأ مع مخرج يتناقش معاه، والمفروض المخرج ده يبقى متوافق معاه فكريا ونفسيا وحاجات كثيرة جدا. ثم يبدأوا الكتابة بعد التعاقد على العمل. ينتهي الحلقات كلها لو كان مسلسل تلفزيوني، ثم يبدأ ترشيح الممثلين. فإذا بعد فترة انقلب هذا الهرم وبقى البطل أو الممثل أو النجمة هما أصحاب العمل، بيجيبوا هما الفكرة بقى، هما اللي يجيبوا الموضوع، يجيبوا السيناريست وبعدين يجيبوا المخرج ويجيبوا طاقم العمل ويجيبوا طاقم العمل. وبالتالي فبدأ الفن، فن كتابة السيناريو ينحدر طبعا تدريجيا الى ان وصل بقى لمشكله الورش دي اللي طيب احنا عايزين نفهم مشكله الورش دي مع الاستاذ عاطف، لانه يعني اللي كان بيحصل للجماعه عشان يتقدم حتى عمل فني كان حتى واضع الموسيقى التصويريه بيقرا السيناريو كله يعني علشان يعيش الحاله بتاعه المسلسل يعني. لكن انا هدخل يعني ايه ورش، والورش دي ممكن تبقى تجارب عالميه موجوده بشكل تاني فنجحت، ولا هي قله وكثره وعندنا كمان انتشرت بس بشكل خاطئ، أخدناها بشكل خاطئ. لكن تسمح لنا نطلع بتقرير ونرجع نجاوب يعني إيه ورشة عمل في السيناريو يعني لأي مسلسل من اللي احنا بنشوفه ده اللي فيه اجتهادات كتيرة جدا غير محمودة. مش كل حاجه وحشه ومش كل حاجه حلوه، لكن الغالبيه العظمى اعمالها هابطه، اعمالها هابطه جدا ومستواها لا يرقى الى ذوق والى ذوق الشهر الكريم ولا ذوق الشعب المصري ولا الناس المحترمين اللي بتتفرج، لان التلفزيون ده ضيف بيخش غصب عنك في البيت. اسهل وسيله لانها مرئيه ومسموعه، الراديو تسمعه انما التلفزيون تشوف وتسمع. الاعمال الرمضانيه المسلسلات من زمان لحد دلوقتي اعتقد زمان كانت بتحترم المشاهد اكتر، يعني انا فاكر زمان كنت اتفرج على مسلسل سوق العصر ومسلسل الوتد، المسلسلات دي كانت يعني عمري ما سمعت لفظ خارج، انما دلوقتي مشاهد خارجه الفاظ خارجه. الواحد حزين ان ما بيتفرجش على مسلسلات دينيه زي ايام زمان، ايام نور الشريف واحمد عبد العزيز و يحيى الفخراني، الناس دي كانت بتعمل لنا حاجات كنا احنا بنقعد نستناها عشان نتفرج عليها، انما دلوقتي في حاجات خارجه عن النص وحاجات يعني ما يصحش انها تتعمل في شهر مفترق زي ده. كشاهد للتلفزيون في مشاهد كتيره في المسلسلات خارجه عن القانون وفيها عيوب كتير قوي، ليه تحصل؟ ما ناخد حذر واحنا بنعمل نقرا السيناريو، نقرا حاجات وتقول له يا راجل ده المسلسل اللي جاي في رمضان، ليه الألفاظ دي تخرج؟ ما لازم نحذر منها عشان حتى المشاهد الكريم يقول لك الله الله على المسلسل ده، الله على الجمال ده، إنما إيه الألفاظ اللي طالعة دي؟ أنا بتفرج على مزبيرو زمان، يعني دي حقيقة، يعني الفوازير محترمة،
المسلسلات بتاعت زمان اللي كنا بنجتمع عليها حاجه ما الواحد ما يكسفش منها. مسلسلات زمان، مزبيرو زمان، احنا الواحد بيقعد يعني بيقعد مستريح نفسيا وبيتفرج على حاجه هاتف. دلوقتي لما يجي يشوف كل المسلسلات ما تضمنش ايه الحوارات هتكون ايه، ايه الالفاظ اللي ممكن تخرج. رجعنا لكم مره ثانيه وورش العمل. يعني استاذ عاطف، يمكن لو اتكلمنا عن الاعمال التركيه، اتكلمنا عن الاعمال السوريه، الاعمال اللبنانيه اللي حاليا الحقيقه محققه نسب نجاح عاليه جدا، يمكن اكتر كمان من الدراما المصريه، فيها ورش عمل لكن فيها تكامل، فيها ورش يعني في هيد هو اللي بيحط الاساس وبعد كده بيمشوا على الشكل الدرامي للحلقات. احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ اللي هي احنا هنا بنعمل حاجه ثانيه لانها الهدف مختلف. يعني حينما وجد المنتج ان كتابه السيناريو دي مجرد صنعه مش فن من وجهه نظره فاستقدم يعني بيسموه ايه، عامله زي حضرتك مقاول الانفار في الزمان يعني اللي هو قسطة يعني كاتب مقاول وعنده صنايعيه تمام صبيان بيوزع العمل، بمعنى انك انت خد الخط ده، انت امسك الشخصيه دي، انت حط شويه افيهات عشان الناس تضحك يعني وهكذا يعني. فكل هذه التوليفه تعمل زي ما قال وحيد حامد الحقيقه يعني جلباب المجذوب اللي هو متنافر الالوان ومترقع. طبعا انتفى في الحاله دي بقى حكايه التسلسل ما تسمى ما يسمى بالبناء الدرامي ده خالص، اللي هو واحده يعني في يعني حد من اعضاء اللجنه اللي جت علشان تبقى حارسة من حراس الفضيلة للدراما المصرية يعني قالت انه يا جماعة فين سياسة البناء الدرامي؟ هي اذا كانت هي نفسها مش فاهمة يعني ايه المصطلح بتاع البناء الدرامي. البناء الدرامي هو رسم الشخصيات، هو الفكرة الرئيسية، تصاعد الأحداث، الخطوط الرئيسية في الصراع الدرامي، وده علم علم وفن. فإذا كان لا يملكه الذين يكتبون هذه الورش، فكيف تتصورين أن هناك فن له قيمة؟ أو يعني هي القضية باختصار سبوبة بيحاول فيها المنتج يعمل 200 حلقة أو 300 حلقة في زمن قصير جدا، ويتولى مقاول الانفار ده او القسطة ده انه يوزع الفتات المبالغ على هؤلاء الصبية اللي كتبوا. الصبية دول للأسف احنا مش ضد طبعا الشباب، بالعكس ما في شباب موهوب جدا وهايلين يعني، انما يتوظف ازاي يتوظف وازاي ما تجيبش ناس مش موهوبة. يعني انا اسف ان اقول لكم يعني انه يكاد يكونوا بيقروا ويكتبوا بالعافية. يعني هل ده ضمير مجتمع طبعا، ومعظم الافكار يا فندم مقتبسه طبعا طبعا معظمها ده لا ده اخترعوا بقى حكايه اسوأ من حكايه الورش او هي متصله بالورش. يقول لك ما تقابلي حضرتك منتج دلوقتي يقول لك فين الفورم، احنا عايزين فورمات، فانت تصور ان الفورم بمعنى الشكل، تقول له المناخ العام يعني او بتاع، لا يا اخي الفورم اللي هو انت تعمل مسلسل تركي ولا لبناني ولا حاجه كده يعني اختار لنا بتاع، فتقول له يعني استوحيه، يقول لك لا ما تستوحيهش انقليه زي ما هو. يعني ده المطلوب النهارده. هنسمع حاجه من الحاجات القديمه يا استاذ عاطف، لان انا عايز ارجع لحضرتك في برضه نفس الفكره لبناء الانسان. اتمنى يا رب كده يعني الرئيس يشوفنا النهارده والحلقه دي توصل له، لانه احنا لما هو يشتغل في بناء الانسان ويقول بناء الانسان يا جماعه لو عملنا مليون انجاز زي اللي عملناه ده والانسان ما اتبناش صح ولا كاننا عملنا طبعا حاجه، ودي حقيقه. لو تعلمون ان الدراما فعلا بتبني الوعي مع حاجات تانية طبعا، لكن مهمه جدا الدراما. احنا هنتكلم على الاستراتيجيه بعد، هتسمعونا ايه يا شباب؟ بوابة الحلواني، الله عليك، سيد حجاب طبعا وعلي الحجار.
بلا مصر كان بالقصر حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة اللي بنا بنا مصر كان في القصر حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة. بعد كده يا أولاد بقى بعد ما اتبنت مصر وكان بنيها حلواني جم شوية تجار وطن وسماسرة دراما ودخلوا في القصة يغيبوا في وعي هذا الشعب. أنا أزعم أنه ما يقصده الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان وبناء وعيه وبناء عقله يساعده ويدي الهمة عشان ينقلنا النقلة اللي احنا محتاجينها، لأنه بدون هذا الوعي مش هيحصل. يعني الكلام ده أستاذ عاطف يعني مفترض تتلقاه القوى الناعمة، يقعدوا يحطوا استراتيجية، بلد محتاجة يا جماعة، محتاجة ان احنا نقلل شوية في انجابنا، يبقى نعمل مسلسل شيك وراقي وممتع عن الانجاب الكتير ونقلله ازاي. المجتمع محتاج يا جماعة بطالة، الشباب مش عايز يشتغل، نعمل حاجة كده. شباب بيجتهد، ماشي. مخدرات، ماشي، ازاي نكرههم في المخدرات؟ مش كده ولا ايه يا استاذ عاطف؟ مش دي الاستراتيجيه اللي تبني الوعي ولا؟ هي هذه الاستراتيجيه علشان تقوم اولا لازم تبقى مش بهذا الشكل المباشر جدا. انا ما بتكلمش مباشر طبعا. التناول ممكن التناول يبقى فني بشكل شيك، لازم يبقى التناول فني، وعلشان يبقى التناول فني لازم تبقى في مواهب حقيقيه من المؤلفين والمخرجين. لازم تبقى الدوله بتقوم بدورها الرئيسي. يعني انت ما تشوف القطاعات التي توقفت، قطاع الانتاج وصوت القاهره ومدينه الانتاج الاعلامي توقفوا تماما عن الانتاج. انا ما اقصدش انهم يشاركوا في الانتاج بمعنى انه يبقى هناك فن موجه، لان ده طبعا مفهوم خطير ايضا، يعني ان يبقى في فن موجه مش مطلوب. انما كان ايام القطاعات دي موجوده، بس يعني رقابه طبعا. انما كان في النهايه
فن راقي، لان كان في كانوا بيستقطبوا الموهوبين الحقيقيين عشان يعملوا دراما حقيقيه. يعني هذا الجيل من الموهوبين اللي بنى يعني هذه الاعمال الهامه جدا في تاريخ مصر منذ الستينات لغايه النهارده قاعد في بيتهم النهارده. واصبحنا وانا واحد منهم يعني ضيوف على هذا الزمن الضنين. زمن اللي حضرتك بتتكلم عليه سماسرة الفن، اختلاط الخطاب الفني بالخطاب الديني بالخطاب الأخلاقي بمهاويس من الرجعيين الذين يتصورون. انا عايز توضيح لي حضرتك كررتها، يعني ايه اختلاط الخطاب الفني بالديني الخطاب الفني خطاب جمالي يحاكمه النقاد ولا يحاكمه فتاوي المتطرفين ولا تحاكمه الأخلاق بالمعايير الضيقة. الفن يحتاج إلى حرية تعبير هامة جدا. وإلا لو أنت هتحاكمه محاكمة أخلاقية تم تحرق بقى كل أعمال شكسبير، ما تلغي كل أعمال ديستوفيسكي اللي بينتصر فيها الشر على الخير مثلا. الفن ويوسف ادريس ونجيب محفوظ. الفن بهذا المفهوم الضيق يقربنا جدا، عشان كده انا ضد اللجان دي. ليه؟ لانه ده هيقربنا قوي من المفهوم الاخلاقي الضيق الذي يتبناه المتطرفين. حتى اللجنة بتقوم برضو بعمل عسكري المرور، يعني انت ما تمشيش من هنا وامشي من هنا. يعني انا بتكلم على لو في على لجنة على على طريقه على طريقه الحقيقه يعني. نعم. ما كنا بيدونا مواضيع الانشاء زمان واحنا طلبه يقول لك يعني في يوم انصفت سماؤه وطاب هواؤه ذهبت مع مدرستك الى القناط الخيريه فاعجبك ما بها من مش عارف ايه، اكتب اكتب. ده انت قلت لي اولا قلت لي المقدمه، قلت لازم تعمل مقدمه اللي هي دي في يوم انصفت سماؤه. اللي هي فكره الأساس مصيبه التلقين اللي احنا بنعاني بقى منه كمان، كارثه التعليم. التعليم يعني. بيلقنك وعليك ان تكرر ما، وبعدين عناصر الموضوع وبعدين مش عارف ايه وبعدين الخاتمه. وقلت حاجه مباشره وفجه وخيبه ما اديتليش فرصه ابدع، لا ابدع ولا تبقى في حريه تعبير ولا خلق ولا اي حاجه في الدنيا يعني. فالتوجيه بهذا الشكل توجيه ضار. لكن اما نقول ان 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 بناء الانسان يعني اعطائه مساحه من الحريه للتعبير، قبول الراي والراي الاخر، مناقشه قضايا حيويه. يعني حضرتك مثلا اما تقولي الفاظ بذيئه، اوكي في الفاظ بذيئه، هل انت لو شلتيها بقى المضمون في النهايه مضمون قوي وبيناقش قضيه مهمه ما فرقتش ولا لا؟ ما المضمون المضمون نفسه مسف يعني. ايوه. اذا هناك فن جيد ولا فن، ما تقدريش حتى تقولي فن رديء، لكن ما فيش فن جيد وفن رديء، ما فيش فن اخلاقي وفن قليل الادب، ما فيش فن ديني وفي فن غير ديني، فيش فن حرام وفن حلال. هو في خلط يا فندم، هذا لان في اشياء ممكن هو تصلح. الكارثة. طبعا في اشياء ممكن تصلح في السينما. يعني انا ممكن في السينما اتقبل بعض الالفاظ، لكن في التلفزيون اللي بيخش بيطلع كلنا لا انا مش موافق. لا انا مش موافق اصلا لا في الالفاظ لا هنا ولا هنا. لا يعني لكن انا بعض الايحاءات ممكن نقول يعني حتى بطريقه مستخدمه بطريقه التوريه، لكن التلفزيون ليه قواعده. هل فكره المصالح بتدخل في عمليه التغييب؟ لا هل احنا في حاله من التغييب العقلي؟ هل طبعا احنا مستمرين في حاله الفهم تفضل الثقافه للانسان المصري؟ لا وفي حاله فهم المصطلحات. يعني خلينا نبسط المساله اكثر. يعني اما يقول لك مثلا افساد الذوق العام، في شويه مصطلحات يخلوك تستغربي جدا يعني. وحتى للاسف نقاد عمالين يباركوا الحاجات المصطلحات دي، يقول لك افساد الذوق العام، مراعاه الاداب العامه، الاتفاق على الاخلاق الحميده، مش عارف ايه. اولا ما فيش حاجه اسمها خالص في التاريخ افساد الذوق العام، لان ما فيش حاجه اسمها ذوق عام اصلا.
متفرج السينما أو متفرج التلفزيون هو في النهاية دي كتلة هلامية من البشر طبعا. مختلفين الثقافات والأعمار والجنسيات والبتاع وبيختلفوا أو يتفقوا حوالين أمور مختلفة صح. إنما مش ممكن بس يا أستاذ عاطف في حد أدنى للمبادئ الأخلاقية عم. الإنسانية اللي نبتدي منها ونتكلم بعد كده ما نتكلمش على ذوق عام لكن في حد أدنى لما ننزل للماينس في الحد الأدنى لا إحنا بنتكلم على طبعا مش تدني ده إحنا في الحضيض ما ده اللي أنا بقوله لك أنا ما أقصدش طبعا إلغاء هذا بالظبط لا ده ما يلغيش ما فيش لكن حاجة اسمها لكن عام لكن حتى يا أخي استخدم مصطلحات صح صح إن إن إنما إن أنت عمالين يقول مع مراعاة الأداب العامة يمكن عشان اللي زمان هي يا الأداب فندم العامة دي زمان يا فندم ما كانش العمل الدرامي بيتطلب إن إحنا نقول الكلام صح. ده العمل كان عمل متكامل محترم حتى لو في اي موقف كان بيبقى في السياق الدرامي حضرتك ما تحسش ان هو دخيل عليه فعمرنا ما كنا بنتكلم في حته الذوق العام وحته ان احنا لازم يكون في احترام وايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش ان كان طبيعه العمل كله متكامل صح تمام استاذ عاطف كمان يعني الملاحظ في هذا العام فكره الفقر الفكري طبعا يعني بمعنى انه في ممثل معروف بقاعدته الشعبيه الى اخره دايما يعني لثالث سنه نجح في حكايه انه يبقى شخصين أسطورة. يعني يا اخ اكبر ويموت او اب ويموت فبنكرر له القصه دي وهكذا في موضوعات كتيره يعني يعني المنهج ده يعني احنا وصلنا الى هذا الحد من الفقر الفكري في الدراما علشان نعيد نفس الترتيب بقصص مختلفة؟ انا هقول لحضرتك حاجة يعني جايز انتوا تكونوا اختلفتوا معايا في مسألة التوجه ده نعم انه مكتوب النهاردة في الجرايد حاجة موت من الضحك يعني انه في مسلسل مش عارف اسمه بيسا وايه المؤلف بتاعه بيقول الآتي بيقول انه احنا سألنا النجمة فاكتشفنا انها بتحب الحارة الشعبية والقيم والاخلاقيات اللي موجودة في الحارة الشعبية فاحنا رحنا مألفين خط يتناسب مع مع رغبتها مع رغبتها المد الاكثر اضحاكا انه هذا الخط الشعبي بيصور ست اسمها سكسكة طالعة من السجن وهي شريرة وتمارس شرها مرة أخرى في الحارة عبس يعني عبس والهرم اتقلب زي ما بقول لحضرتك انه أصبح الممثل عجبتيما بيجي الاثنين مؤلفين بالمناسبة يمثلوا بتاع ده ورشة يعني يألفوا موضوع بناء على رغبة طب انا هقول لحضرتك انطباع تاني بقى انا ما اعرفش يعني حضرتك توافقني ولا لا يعني انا بس اشعر انه اساسا مع كتاب السيناريو هم بيدوا خطوط ويسيبوا الممثل يرتجل زي ما هو عايز يعني انا بشوف ابطال مسرح مصر بيعملوا نفس اللي بيحصل على المسرح هو لكنه في دراما تلفزيونيه وهكذا في بعض يعني ابدعوا يعني يا جماعه قولوا مش مهم نكتب يعني ده كلام حقيقي حضرتك شايفه على ما بيحصل ما بيحصل للاسف ما هو يعني حتى كلمه الارتجال دي ما هو ده نوع من ايمان هذا المنتج اللي عامل هذه التوليفه يعني للتصدير يعني هو عبط ثمنها هو يعني ايه المؤلف ده يعني ما كلنا نقول الحكايه يعني فانتهى عصر احترام المؤلف الحقيقي احترام احنا كنا بنقعد ده مثلا نعمل بتاع ده بروفات ترابيزه طبعا ويقعد فيها كل الفنيين لا دلوقتي متهيألي بيشوف الورقتين قبل في البرفان بتاعه وهو بيلبس يعني لا طب بعض الاحيان الحلقات بتتكتب وهم شغالين يعني ممكن تبقى اخر حلقتين هم مثلا خلاص بيسجلوهم قبلها بيومين طب حضرتك يعني اتكلمت على ان في ناس من جيل حضرتك تم مش عايزه اقول ان هم مش بيستعينوا بيهم حاليا رغم ان احنا في احتياج شديد جدا
لخبرات هذه الاجيال من اجل الجيد الجديد؟ ليه ما تبقوش انتوا عمليه التفريخ من جانبكم؟ ليه انتوا ما تتولوش فكره ان يكون الورش دي تحت اشرافكم، بحيث انكم تقدروا تميزوا مين هو الموهوب ومين اللي مش موهوب؟ ما هو مش انت مش الورش دي عباره عن ورش خاصه يا فندم؟ هل وزاره الثقافه مش من حقها انها تعمل ورش خاصه بيها؟ لا، في فرق بين ورش التعليم وورش الكتابه الحقيقيه. لا انا بتكلم يا فندم على ورش التعليم. ليه لا ورش التعليم؟ ما انا بعمل ورش التعليم، دي موجوده وحاجه وشيء انا محمود جدا وهايل قوي انك الناس اللي عايزه تتدرب على الكتابه، بس طبعا هناك شروط ان يبقوا موهوبين اصلا. طبعا جايين من خلفيات ثقافيه، كان واحد شاعر، كان اديب، كان كده، وعنده موهبه وعايز ينميها، ده موضوع تاني خالص. وغالبا دول اللي مش مطلوبين. ودول مش مطلوبين طبعا. يا جماعه انا عايز افكر بس يعني الساده المشاهدين يا استاذ عاطف بهذا المبنى الصرح ده. الصرح ده كان في قطاع انتاج، وكان في حاجة اسمها لجنة مشاهدة المسلسلات قبل رمضان. طبعا. وكانت بتجتمع في الدور 21 وبعد كده في الدور 27، وكان كل نجوم مصر وكل منتجين مصر اللي داخلين بمسلسلات ينتظروا الليلة اللي قبل رمضان موافقة البروموهات، مسلسلهم نازل ولا لا، ايا كان اسم النجم مين. و يعني اللي عايز اقوله كمان بقى بغض النظر انه احنا طبعا فكرة امنية انه ممكن يبقى في حاجة تتبناها الدولة لهذه الورشه ونستعين بخبرات زي كده، لكن الجزء الثاني المهم يا استاذ عاطف انه تعودنا ان يبقى موجود رمضان في العالم العربي برموز الفن المصري. طبعا. عادل امام، يسرى، ليلى علوي، يحيى الفخران، دي علامات رمضانيه الحقيقه ينبغي ان نحافظ عليها كرمز فني مصري. النهارده او السنه دي اختفوا لانه ده نتاج او ده محصله لهذه الفوضى ولعدم احترام معنى المؤلف ولعدم احترام العمل الفني وخطوات وتحولت المساله لمساله تسويقيه اعلانيه بحته. فانا شايف انا الحقيقه مش يعني هم اللي ابتعدوا ولا المنتجين اللي ما بيروحوا لهم؟ الحاجتين لانه طبعا ما انت ما يطلب منك ان هو يعني انا هقول لك على حاجه تبدو انها ضحكه جدا. انا قابلت منتجه طلبت مني نص يعني وهي ست مثقفه وفاهمه، فمن باب السخريه قالت لي ما عندكش حاجه منحطه كده وش كده وش يعني شيء بذيء كده نعمله. دي مصيبه. قلت لي انا بكلمك جد لانه ما خلاص هتعمل فن محترم لمين ومين اللي هيشتريه ومين اللي هياخده وكده يعني. فادي مثل مساله مرات بواب قابلتني مؤخرا قالت لي ما تاخد جوزي ده اللي بيضربها وياخد شقاها انها بتخدم في البيوت وبتاع وفلوس يعني. وحاجات كده يعني تشغلوا معاكم في الورش بتاعتكم ديت يعني يبقى سنارياجي. فاهمه ان في ورش وفي طبعًا. وفي ده نوع من الفن الهابط وهكذا يعني. طب يا فندم يمكن السنه دي بالذات احنا فوجئنا الحقيقه بان معظم السوشيال ميديا يعني رافضين متابعه المسلسلات، يعني دي حاجه جديده الحقيقه، يعني معظم الناس قالت احنا مش هنتابع مسلسلات السنه دي، احنا شفنا ثلاث اربع حلقات، الحلقات يعني عدد قليل جدا من المسلسلات ممكن اللي تحقق شيء في الحلقات في النصف الثاني من رمضان. لانه زي ما قال الاستاذ عاطف المساله بقت التدهور مستمر لغايه ما وصل بقى للفنانين الكبار اللي كانوا لهم علاقة بمسلسلات رمضان، الفخراني ويسرى و وهكذا عادل إمام وإلهام شاهين وعادل إمام وعادل إمام طبعا. فلاقين مؤلف ولا لاقين مخرج ولا لاقين نجم أو نجمة. احتكار السوق يا فندم، إيه رأي حضرتك؟ طبعا حاجة يبقى في حد متحكم ومحتكر السوق ومتحكم حتى في فكرة المنتج اللي هيجي وفي الفكرة اللي هتقدم وفي البطل اللي هيقدم. ده نتيجة مباشرة لمسألة الاحتكار دي. زي ما بقول لحضرتك كان في كيانات مسؤولة عنها الدولة زي مدينة الإنتاج الإعلامي، زي يعني أنا مثلا في الزمن الجميل عملت 15 فيلم في 10 سنين تلفزيوني
ما هو من هم من كلاسيكيات قطاع الانتاج وصوت القاهرة فوزية البرجوازية والمجنون واشياء جميلة جدا حكمة يعني علي بابا وكلها علي بابا. كان الشرط الاساسي ان هناك قضية ما قضية مهمة تهم الناس طبعا انما والمصطلحات يا فندم فوزية البرجوازيه دي احنا كنا اول مره استخدام المصطلحات دي كانت حاجه يعني يعني كوميديا الموقف اللي احنا مفتقدينها حاليا لان احنا شايفين ان دلوقتي الكوميديا بقت سوري يعني سمك لبن تمر لا بقت اللي هي تقليص القهاوي يعني الناس اللي قاعده على القهوه بيهزروا وانه فاكرين ان الضحك ما يحملش قضية يعني. طب خلينا أستاذ عاطف بقى نضيء شمعة وسط هذا الظلام. يعني احنا متفقين ان الصورة مظلمة جدا ومؤكد انه هذه شكوى كبيرة اذا كان فعلا زي ما قالت أمنية الجمهور العادي على مواقع التواصل الاجتماعي بيؤيد جدا فكرة انه هذا لزوف. نوع من الانحطاط وهذا نوع من اللا دراما واللا وعي اللي بنتغيب بيه. إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني العقل المدبر للقوى الناعمة في مصر ما أتكلمش على واحد أتكلم على العقل المدبر ده مجموعة المثقفين النخبة أيا كان اسمهم إيه إيه اللي نعمله علشان ننهض بالمسألة لأن إحنا شهر رمضان ده هي مراجعة السنة كلها على فكرة أنت لو حبيت تجيب مشاهدين طوال العام بهذا الكم في شهر رمضان مش هتلاقيهم ففرصة إن إحنا نقول لهم إحنا عايزين نقول إيه طبعا المسألة صعبة ومتشعبة لأنك قدام مثلا 30 سنة تخريب في التعليم صح طبعا ففي النهاية طلعت أجيال من اللي انت شايفها في الشارع المصري ده الآن اللي هي تحمل ثقافة بذيئة جدا ما بيقروش ما بعرفوش يكتبوا يعني يعني حضرتك بتتكلم على سواء افراز التعليم خلال ال 30 سنه افرز الجيل من الكتاب ده والجيل من المتلقي ده برضه المسألة متبادله فعليك تغيير مناخ كامل فانت محتاج الى ثوره ثقافيه متعدده الاشكال يدخل فيها التعليم بشكل اساسي جدا انا ازعم ده لانه حتى برضه يمينه كان فيه نقاد وكانوا يمثلوا طيار طبعا يدعم المبدع طبعا عارش ابو شادي والسلموني اما انت يبقى بقى كتاب العلاقات العامه وكتاب الصدفه وكتاب الراي والناقد اللي كان نفسه يبقى مبدع ما بقاش مبدع فتحول الى ناقد شتام وحاقد على الفن وعلى الدنيا بحالها وهم تشوف ناقد السبوبه وناقد وتحول لا دي جرايد يعني حتى الجهات المنتجه دي ليها جرايد انا عايز اقول لك انه في منشطات كده طالعه انه يعني ايه العظمه بتاعه الدراما دي السنه دي ومن الفوضى الى النظام ومن يعني مساله يعني بل ان ناقد شهير قال مثلا ان توليفه البلطجي والمطرب الشعبي واللي ابتدعها السبكي في افلامه واللي ابتدت تنتقل واللي يمكن انتقلت للتلفزيون ايضا قال طب ما هو يعني مش ده الواقع كلمه ناقد مش فاهم يعني ايه ان الفن مش بديهيه ان الفن مش نقل الواقع ومش ده كل الواقع كمان يا فندم طيب يعني خليني ارجع معاك بقى لشيء جميل في حياتك احمد رجب وابراهيم الشقنقيري يعني تجاربكم مع بعض كانت تجارب خاصه جدا انبتت العديد من الاعمال الجميله الساخره ليه ما يبقاش عندنا كده تاني ما هو نفس الاسباب ان مفهوم الكوميديا يا جماعه اتغير انه طب احكي لنا على التوليفه دي سريعا احنا كنا نفهم انه مثلا عند احمد رجب كنت باخد سطرين لكن اقدر ابني منهم عالم كامل طبعا. لان السطرين دول فيهم حاجتين مهمين جدا يصنعوا الكوميديا المفارقه وسوء التفاهم طبعا التناقض بين الاشياء بين مثلا مفهوم التعليم عند مدرسه الحضانه والولد الطفل اللي قالها علي بابا ده حرام انتوا ازاي عمالين تقولوا علي بابا راجل طيب ده حرامي لانه هو كمان سرق الكنز
وما ودهوش ما سلموش للبوليس وبالتالي ده حرام. دي المفارقه. انك بنتكلم عن المسلمات وازاي تتجاوزيها والامور اللي المتفق عليها والتراث الغلط. سوء التفاهم بين البشر. لو الحاجتين دول مش موجودين ما بقاش في كوميديا حقيقيه. ده من ايام مولير بقى مش النهارده. وتستمر يعني ما هي الفكره انها تستمر ما لهاش وقت. بالظبط. انما يبقى الاضحاك هو الزغزغه هو الضحك الخشن هو الافيهات الغليظه. ما ده مش ضحك ومش دي كوميديا. لا والنجوم اللي بياخدوا جوائز الواحد ما بيبتسمش مش ما بيضحكش يعني ما تقدرش حتى تبتسم حياتك وتفاجئ انه واخد افضل نجم كوميدي ازاي يعني. بالظبط. قبل ما نرجع ونختم يعني هنسمع اغنيه لان يعني انا نفسي اقول لهم انتوا بتعملوا كده فينا ليه يا جماعه يعني ليه يعني يعني مصر ما تستحقش الكلام ده. بس خلينا نسمع اغنيه من الزمن الجميل برضو ونرجع. كويس ان في شباب اساسا يعني بتقول بوابه الحلواني ومش نمبر 1 يعني. اوعى نمبر 1. يلا مكتوب عليا حب وبين وحبيبي وعشان عيوني.
عايز اشكر طبعا وزاره الشباب والرياضه اوركسترا الوزاره، شكر للدكتوره امل جمال سليمان وكيل وزاره الشباب والرياضه، شكر للمايسترو محمد مصطفى، شكر للموسيقيين محمد الشافعي، المطرب محمود صابر، ايضا من العازفين عمرو النحال، عبد الرحمن محمد، علي خالد. بشكر زميلتي أمنية جدا على صحبتك، بشكر شكر خاص طبعا نورتنا يا استاذ عاطف والمفكر استاذ عاطف. شكر جدا، ده انا اللي شاكر جدا انكم اتحتوا لي الفرصه. زي احنا استمتعنا واستفدنا بصراحه يعني. في النهايه خالص يا جماعه، يعني هناك بناء للحجر وهناك بناء للبشر، لازم نستمروا مع بعض. يبدو ان احنا عايزين نعمل حمله 100 مليون مبدع، يعني ربما مع 100 مليون صحة. احنا محتاجين ابداع حقيقي، محتاجين انفاق تأخذنا من الظلمة في الاسفاف الى الفكر والتنوير، محتاجين كباري تعلو على هذه السطحية اللي موجودة، محتاجين مدينة فنية جديدة تواكب العاصمة الادارية الجديدة. ادعوا معي دائما، احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، والى اللقاء.